ديما اتحاد جهوي محافظة المغرب بالرباط الحنيطره السلام منتدى العنوان ديالو هو القطاع السيارات وفرص الاستثمار. ولابد ان نذكر ان قطاع السيارات هو قطاع حيوي يشغل اكثر من 250 الف نسمة، وعند واحد الرقم معاملة ديال 250 مليار درهم سنويا، وهو أول قطاع في التصدير 2021 ب 100 مليار ديال الدرهم. وهذا القطاع هو منار ديال الصناعة المغربية ويتطور بوتيرة سريعة وكيستقطب عدة مستثمرين، وهذه المستثمرين الرغبة ديالهم هو أولا السعر والتكلفة ديال اليد العاملة المغربية والكفاءة ديك اليد العاملة المغربية، وثانيا واحد المناخ صناعي بالمنظومة الصناعية اللي كتعطيهم واحد الامتياز في النقل وفي اللوجستيكية، وأيضا هو مركب صناعي حالي واجد الآن. الهدف أيضا هو فرص الاستثمار في قطاع السيارات، ولا بد ان نذكر ان صاحب الجلاله نصره الله نادى لزياده في الاستثمار في المغرب ولاكثر من 500 مليار درهم في السنتين المقبله، ولاستقطاب 550 الف مناصب الشغل زياده وقيمه مضافه بالزياده. وإذن هذا القطاع ديال السيارات حتى هو خصو يساهم في حصول هذه الأهداف ديال 500 ألف مناصب الشغل ديال 550 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار. وهنا كاين فرص في الاستثمارات في الميادين والمهن لأكثر لتجلب أكثر قيمة مضافة في العمق في الإدماج ديال الصناعة، وثانيا أيضا لتكون نحو أسواق جديدة متعددة. ونتكلم في الأول على القارة الأفريقية كلها وعلى جنوب أوروبا. ايضا كاين فرص لما يسمى لافتر ماركت وقطاع الغيار، وهذا السوق ديال قطاع الغيار هو السوق مهم، هو 10 مرات السوق ديال السيارات كهيئه. بوتين عراقي حسيني رئيس اتحاد المقاولات المغرب من ناحيه الرباط وسلا وقنيطره، اليوم نظمنا واحد الورش اللي هو مختص في الاوتوموبيل باش نجمعوا المستثمرين والناس اللي عندهم المقاولات ديالهم في الجهه ديالنا باش يهضروا على الميدان ديالهم. وعندنا تنظيم من مر هذا الورش، هذا غنديروا ورش واحد اخر في الميدان ديال الصحه واحد اخر في الميدان ديال النقل، والهدف ديالنا هو نوقعوا المغرب في الرادارات ديال لي زانفيستيسور ديال العالم باش نبينوا بان المغرب فيه فرص عديده ديال الاستثمار، وكاين عندنا كفاءات وعندنا لي زيكوسيستيم اللي اليوم موجودين. وكيف كتعرفوا اليوم اوروبا والعالم كله فيه ازمه، والمغرب تيبان كفرصه جديده لهاد المستثمرين باش يجيو. حنا الهدف ديالنا نبينوا لهم بان المغرب كيوفر كاع الامور اللي هي مهمه، عندنا اليد العامله، عندنا المعرفه، عندنا المساعدات ديال الحكومه، عندنا الاراضي موجوده، وعندنا كذلك هاد لي زيكوسيستيم اللي كيجعلوا بان ملي كيدخل واحد المستثمر واحد الميدان تيمكن له بسرعه يكبر الاستثمار ديالو. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.